تحرص شبكة الدمام الصحية وهي إحدى مكونات التجمع الشرقي الصحي على دعم وإقامة مثل هذه الفعاليات الصحية والطبية واللي هي تهتم بالأمراض التنفسية. طبعا في البداية مرض الرب القصب هو مرض مثل ما قلت مزمن، علاجاته مزمنة، تبدأ من العلاجات المتعارف عليها بموسعات الشعب الهوائية مع الموسعات الكورتيزونية ومع العلم، تطور العلم وصلنا الآن إلى بعض الأدوية البيولوجية للسيطرة والتحكم بأعراض المرض، فهذه الآن الجديدة هي الأدوية البيولوجية في مرض الربو. التدخين الإلكتروني له عدة جوانب في أعراضه، في أعراض تكون حادة من الالتهابات الرئوية وفعلا أثبتت الدراسات هي زيادة في عدد الحالات، بالإضافة إلى في أمراض أيضا مزمنة نتجت عن هذه السيجارة الإلكترونية أو التدخين الإلكتروني. برامج إعادة التأهيل عادة هذه مخصصة إلى المرضى اللي هم ما بعد النوبات الشديدة وخروجهم من المستشفى، مثل مرضى السد الرئوي المزمنة، مرضى ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، مرضى التليفات الرئوية، لهم برامج خاصة، تدريبات خاصة وتمارين خاصة لتقوية عضلات الصدر والرجلين لمساعدتهم على العودة إلى حياتهم الطبيعية ما قبل النوبة الشديدة اللي صادتهم هذه. طبعا الدورة راح تقام على مدى يومين إن شاء الله، فيها 18 متحدث، 25 محاضرة أو 26 محاضرة، فيها 3 ورش عمل تهتم بالأمراض التنفسية الشائعة اللي أكثرها مثل مرض الربو القصبي المزمن، السد الرئوية، أيضا مضاعفات السد الرئوية ومضاعفات التدخين. مرض الربو من الأمراض الشائعة، ممكن تشخيصها عن طريق زيارة الطبيب وأخذ السيرة المرضية للطفل، وعادة يتميز، وأحد العلامات المهمة لتشخيص مرض الربو هو وجود كحة جافة متكررة، عادة تكون خارج أوقات الالتهابات التنفسية، لأن الالتهابات التنفسية الفيروسية العلوية ممكن أيضا تسبب الكحة وتسبب الصفير، فيحدث هناك أيضا تشابه في الأعراض بين كل الفئات العمرية، أنه ممكن تشخيصها عن طريق الأعراض وأخذ السيرة المرضية بشكل مفصل مع الفحص السريري للطفل. هناك بعض الأدوات التشخيصية اللي ممكن نستعملها في الأطفال اللي يكون أعمارهم 6 سنوات، مثل عمل فحص وظائف الرئة، فحص الكفاءة الزفيرية للطفل، وعادة هذول الأطفال يكون لازم يكونوا أكبر على أساس يقدر ينفذ المهام أو يتم تشخيصه عن طريق جهاز معين لوظائف الرئة.